الكثير من المعاني الجميلة والبلاغة والأدب. وأنا أحيانا بقول أغنيات أبو صلاح دي المفروض تدرس في المدارس من ضمن مقررات اللغة العربية ومقررات البلاغة، يعني هي حقيقة فيها كمية من البلاغة وكمية من الأدب وكمية من الفن يعني لا تقاوم، يعني يعجز الإنسان إنه يسمع أغنية من أغاني أبو صلاح وما يعني يتفاعل معها. وأغنية صدر المحافل واحدة من الأغاني المميزة لأبو صلاح، وطبعا أغاني أبو صلاح معروف للكل إنها تتميز أيضا بأنها بتحمل غافية مميزة جدا، يعني يصعب على شاعر أنا خيالي تاني يجاري أستاذ أبو صلاح في غوافيه في قصائده الشعرية وأغانيه، فدائما هي ممتعة أغاني أبو صلاح، وزادت متعة بألحان يعني الألحان المميزة للأستاذ كرومة عليهم رحمة الله. ويعني نتمنى نسمع هذه الأغنية. أستاذ عصام الجبلاوي تفضل سمعنا وخلينا نحلق مع صدر المحافل. يا جوهر صدر المحافل روحي معاك للطفيلة، جوهر صدر المحافل روحي معاك للطفيلة، جوهر صدر المحافل روحي معاك طفيلة، جوهر صدر المحافل روحي معاك للطفيلة، الفرع قلبي تنى راجل طير نوح بغصون حاتل، فهو نسيب لي فكر شاتل ولا سدل في القلب نادل، 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 يتأكد ما عليه قاتل غير مكرول طبيا نتيلة، يا جوهر صدر المحافل نصيحتك عني زيلة، يا جوهر صدر المحافل روحي معاك للطفيلة، لطيبك ما لقيت وسائل غير بسط النسمات رسائل، أغرب شيء مسائل كل مصاحي ودمع سائل، كل مصاحي ودمع سائل، كل مصاحي ودمع سائل، كل مصاحي ودمع سائل، لو شكيت في أمر سائل دي الأنجم فاسأل سهيلة، جوهر صدر Thank you.
في مجيله غافل تارة يميل والتانية جامل تارة يميل والتانية جامل تارة يميل والتانية جامل تارة يميل والتانية جامل وجه نور والبدر آفل فوق للبدر يزيد نفيلة صدر المحافل روحي معاك الطفيلة لطيفك ما لقيت وسائل غير بسط النسمات رسائل أمر شيء وعجب مسائل كل مصاحي ودمع كل مصاحي ودمع سائل كل مصاحي ودمع سائل لو شكيت في أمر سائل دي البدر كونك مثيلة جوهر صدر طيب ليلى يجامل مع كل ما كنت آمل 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 دمعي تحلني بالأنامل وهل يرضي إذا يا جميلة كده يا جميلة كده يا جميلة هل يرضيك كده يا جميلة هل يرضيك كده يا جميلة هل يرضيك كده يا جميلة زي ما قلت لكم أغنية لا تغاوم وأغاني صدر أبو صلاح حقيقة لا تغاوم وزاد هنا الأستاذ عصام الجبلابي روعة وفن وأطربنا أشد الطرب شكرا لكم أستاذ عصام ونمشي شوية كمان مع أغنيات الحب الكبير وفي أغنية جميلة جدا جدا يعني أنا هذه الأغنية أفتكر إنها من الأغاني اللي الواحد بيستمتع بأنه يسمعها لكن بعد ما يسمع سبب القصة وإيه هي يعني كانت الرواية شاعرنا سيد عبد العزيز عليه رحمة الله دفعته إنه يكتب الكلمات الرقيقة الرائعة دي أغنية لينية في قمر السماء هي أغنية كتبها المرحوم سيد عبد العزيز وحسب علمي إنه الرواية بتاعت سبب القصة سبب الأغنية كانت إنه أستاذ سيد عبد العزيز كان يعني متمني إنه يتزوج واحدة من بنات البيوتات الكبيرة في مدرمان ومن الأسر العريقة و يعني أوحوا له إنه ما عنده مجال هذه المحبوبة الجميلة الرائعة اللي هو بحبها يعني أسرتها ما حتسمح له إنه هو يتزوجها فتمنى ذلك وكان يعني بعشم نفسه بإنه يصل لمحبوبته ويتمنى إنه ينال إنه يتزوجها فلما عرف إنه
ما عنده طريقة والطريق قدامه مكفول، كتب وقال لي نية في قمر السماء ومقاصدي ما اجسمى، واسترسل في قصيدة جميلة جدا جدا فيها كل المعاني الحب الكبير. ويمكن من أكثر الأبيات اللي بتعجبني فيها بيقول أديها روحي تقسمة بدل الزهور في مواسمة، وختم قصيدته بأنه في الآخر استسلم لأنه لن ينال هذه المحبوبة، فقال ولله أموري أسلمة والقمر ما لقيت سلمة. أستاذ عبد الله قهون اتفضل سمعنا وأطربنا بأغنية لينية في قمر السماء. ما ليني في قمر السماء ليني في قمر السماء في قمر السماء في قمر السماء في قمر السماء الله يبوري أسلم القمر ما يسلم الله يبوري أسلم القمر ما يسلم الله يبوري أسلم القمر ما
اللي ما